في مرحله السيجنال كونديشننج الحقيقه مرحله مهمه جدا، وهي بيسكلي ساعات الناس بتسميها انالوج فرونت اند. عموما البايو سيجنالز لها خصائص معينه، ان هي فيري ويك. فيري ويك معناها ان هي الامبليتيود بتاعها بيبقى فيري لو، وان الاوتبوت امبيدنس بتاعت السورسز بتبقى فيري هاي. لما يكون عندنا كومبينيشن بالشكل ده كده، اي كارنت صغير نسحبه من السورس هنلاقي ان الفولتج حصل له دروب جامد جدا، ينزل تحت الليفل بتاع النويز. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه عشان تكبر لنا السيجنال دي بشكل يكون افكتيف. برضو من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاي سي جي بالذات، ان السيجنال ديفرنشال، يعني زي ما احنا شفنا كده، احنا بناخد السيجنال مثلا بتاعت الليد 1 مثلا، هي عباره عن الفرق بين مثلا اللي هو الرايت ارم والليفت ارم. اوكي، فبيسكلي احنا عندنا السيجنال ديفرنشال، يعني ديفرنشال معناها ان هي تو سيجنالز ريلاتيف لبعض، مش سيجنال ريلاتيف للجراوند. احنا هنا ما عندناش جراوند في البيولوجيكال سيجنالز او البايو سيجنالز، فبالتالي السيجنالز كلها بتبقى ديفرنشال، فمحتاجين حاجه زي ديفرنشال امبليفاير. واحسن ديفرنشال امبليفاير عاده بيبقى بنسميه الانسترومنتيشن امبليفاير، وهو ده اللي فعلا بيستعمل عندنا في الانالوج فرونت اند بتاع الاي سي جي. دي مثال لدائره للاي سي جي، الحقيقه فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده في نفس السيركت. هنا بيبقى في عندنا في الاول خالص بيبقى في عندنا مرحله بروتكشن، يعني الجزء دوت بيبقى هو البروتكشن سيركت، فده ممكن يتعمل باي واحده من التكنولوجيز اللي احنا شفناها قبل كده. دي الريزيستنس اللي هي السيريز ريزيستنس، اللي هي بتعمل ليميتنج للكرنت اللي جاي لي من الـ من الـ من البيشنت، بحيث لو في عندي هاي فولتج ما يحرقليش البروتكشن ديفايس. طبعا هناخد بالنا ان احنا عندنا هنا ده واحد اثنين، يعني تو شانلز، ودي بتبقى ريفرنس اللي هي رايحه الرايت ليج. فبيسك دول مثال لتو الكترود. لو عندنا كذا شانل بيبقى كلهم نفس الحاجه، زي ما انتم شايفين السيركت نفسها نفس المكونات موجوده في كل واحد فيهم. هنا بيسكلي بيبقى في عندي هنا كاباسيتنس، والكاباسيتنس مع الريزيستنس الموجوده دي والريزيستنس الموجوده دي بيعملوا مع بعض فلتر، بيعمل لي فلتريشن مبدئي للسيجنال بتاعت الاي سي جي. وهدفه برضو ان هو في بعض الاحيان لما بتكلم على نويز جايه لي مثلا من الكترو سيرجيكال يونت بتبقى فيري هاي فريكونسي، فلما بحط كاباسيتور زي كده ده بيعمل افكتفلي، يعني بيشيل كل الهاي فريكوانسي نويز اللي جايه لي من البيشنت. بتخش بعد كده على الانسترومنتيشن امبليفاير ستيج. الانسترومنتيشن امبليفاير ده هي الكونفيجريشن الاساسيه بتاعته، وطبعا بيبقى في عندنا مشكله ساعات كتيره بتحصل ان الريزيستنس بتاعت كل ليد ممكن تبقى مختلفه عن الثانيه، فممكن يبقى في عندنا هنا بعض الادجستمنتس كده عشان تحاول تميك الريزيستنس بتاعت كل واحده فيهم تعمل لها ماتشنج، تعمل ماتشنج للريزيستنسز او الامبيدنسز بتوين كل واحده من الالكترودز وبعض، بحيث ان احنا لو في عندنا ميس ماتش الحقيقه ممكن يبقى في مشاكل بالنسبه للامبليفيكيشن هنا. في الاخر بعد ما نعمل الامبليفيكيشن بالانسترومنتيشن امبليفاير ده، هو بياخد السيجنال اللي جايه له هنا وهنا ويطلع في الاخر الاوتبوت هنا عباره عن جين تايمز الفرق بين الاثنين دول. في مرحله ثانيه موجوده هنا هي عباره عن اوفست كومبنسيشن، او ساعات ممكن نعتبرها اوفست اديشن اكشوالي. احنا هنا ممكن حسب القيمه اللي احنا حطينا هنا من الجزء دوت، دي بتاد دي سي اوفست على الاوتبوت هنا اللي طالع لنا من الامبليفاير. دي ساعات كتيره جدا بتبقى مفيده، علشان ممكن اقدر بيها ان انا ارسم مالتيبل سيجنالز على نفس الديسبلاي، يعني اخلي مثلا لو عندي مثلا فرضا هرسم ليد 1 وليد 2، ما ينفعش ارسمهم هما الاثنين في نفس السكيل وكلهم يبقوا سوبر امبوز على بعض، يبقى هم كلهم على بعض ما يبقاش في فرق بينهم، فبضيف على واحده فيهم دي سي اوفست علشان اقدر اشوفه مثلا فوق، والتاني يبقى مثلا دي سي اوفست بالعكس مثلا عشان اشوفه تحت، فالاثنين اشوفهم على نفس الديسبلاي بشكل يكون يعني بسيط في الـ في الـ في الـ في الانتربريتيشن. هنا بقى الحقيقه في عندي جزئين مهمين جدا، وعادة الجزئين دول بيبقوا موجودين في 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 الاي سي جيز اللي هي تعتبر يعني متقدمة شوية. يعني بالنسبة أول حاجة الاكتف رايت لاج، في عندنا مشكلة إن احنا في الجسم بيبقى في عندنا يعني الجسم نفسه بيشتغل كأنه أنتنة بياخد النويز اللي موجودة في الانفايرمنت، وممكن تدخل من خلال الشيلد، ممكن تدخل من خلال الالكترودز تبقى سيجنال داخلة للامبليفاير، والامبليفاير يفتكرها إنها واحدة من الحاجات اللي جاية لي من الجسم. فالحقيقه الجزء بتاع الاكتيف رايت لاج هدفه ان هو ياخد الكومن مود سيجنال، هي السيجنال اللي هي موجوده في التو الكترودز، لو انا عندي نويز على الجسم بتبقى موجوده في نفس في الالكترودز بنفس الشكل بالظبط. فهو هنا النقطه دي هي اكشوالي عباره عن الافريج بتاع التو سيجنالز دول،
يعني بمعنى ان هي دي الكومن مود سيجنال اللي موجوده عندي في الانبوت سيجنال. فانا باخدها وبعمل لها هنا نيجاتيف امبليفيكيشن، يعني بضربها في نيجاتيف فاكتور وادخلها على الجسم. الهدف بتاع الرايت الاكتيف رايت لاج دوت ان هو يحاول يعادل النويز اللي موجوده عندنا في البيشنت بحيث انها تبقى اولموست صفر. يعني اكني بعمل فيدباك لوب هنا كده، بتحاول دايما تخلي الفولتج اللي على الجسم الكومن مود فولتج اللي على الجسم يعني بحاول اخليه يساوي صفر. نفس الفولتج هو الناس لقت ان هي طبعا احنا عندنا الكيبلز نفسها اللي باخدها من البيشنت او الليدز بتبقى شيلدد، بتبقى كواكسيال كيبل. كواكسيال كيبل بيبقى السلك ماشي في النص وفي عندي شيلد كده المفروض ان هو بوصله بالجراوند. الناس لقت ان انا لما بوصل الشيلد بدل ما بوصله بالجراوند بوصله بالكومن مود سيجنال اللي انا واخدها من هنا، نفس السيجنال اللي انا باخدها هي نفسها باخدها زي ما هي كده بخليها هي اللي موجوده على الشيلد، لقوا ان ده اكشوالي بيبقى افضل بالنسبه للسيجنال بتاعتي وبيخلي يعني بعض المشاكل اللي بتطلع مثلا زي مثلا في بعض الاحيان حاجات مثلا زي الموشن ارتيفاكت ساعات بتطلع احسن او بتطلع اقل، يعني بتبقى سبريس اكتر شويه لما بعمل اللي بسميه هنا اكتيف شيلد اللي بوصل فيه الكومن مود سيجنال بوصلها بالشيلد بتاع الالكترود. فدي الحقيقه برضو لها ادفانتج، ويعني طبعا لو مش هوصل بالاكتيف شيلد سيركت بوصل طبعا دي لازم توصل بالجراوند عشان طبعا تقلل لي النويز اللي تبقى جنريتد داخل السيجنال ليد اللي جايه لي من البيشنت.